طابت أوقاتكم، تفضلوا إلى مقاعدكم. أرجو أنكم تمتعتم بساعة الغداء وأنكم أخذتم شيئا من القوة لمواجهة ما تبقى من هذا اليوم. يمكنكم أن تقتربوا من المنصة، فلنبدأ. طابت أوقاتكم إنما تواجدتم. أرحب بكل من قد انضم إلينا على الخط وفي الموقع. حول ورشة العمل فيما يتعلق ب ورشة عمل ميتافيرس تمحو نص القانون. انقطع الصوت. طابت أوقاتكم في هذه الجلسة الرئيسية فيما يتعلق بالإعلان عن مستقبل الإنترنت. إنني رئيس مجموعة الائتلافات الديناميكية. سوف نقسم اجتماعنا إلى جزئين. أولا، مساهمة هذه الائتلافات الديناميكية في نموذج منتدى حوكمة الإنترنت، وفي القسم الثاني ننظر في المساهمة المحتملة في الميثاق الرقمي العالمي. إلى يساري المبعوث الأمن العام الخاص بالتكنولوجيا السيد جيل سينغ، وإلى يمينه يوتا كرولر، وإلى يميني بول ميتشل وهو رئيس الفريق الاستشاري متعدد أطراف الشأن وعضو في فريق القيادة، وإلى يمينه وود ناتريس الائتلاف الديناميكي عن المعايير، ومارك كارفيل هو مقرر هذه الجلسة. إن هذه الائتلافات قد تأسست في عام 2006 في الدورة الأولى للمنتدى، فقد كان هناك شعور بمواصلة العمل بين دورتين، وأطلق أحدهم اسم الائتلافات الديناميكية، وعددها 24، وإنها متنوعة في أنشطتها وإنها مستقلة، تتمسك ببعض المبادئ، أي أنها منفتحة، فأن تكون محفوظاتها منفتحة وأن تشمل كل الأطراف، وعليها في طبيعة الحال أن تصدر تقريرا سنويا، لكنها ائتلافات مستقلة. واليوم سوف نناقش أسلوب تطورها حتى تقدم مساهمة إيجابية لنموذج المنتدى زائد. والآن أعطي الكلمة للرئيس المشارك، لرئيس الفريق الاستشاري، وأود أن أعرف بالناشطة المشتركة على الخط. إنها تاتيانا. لعلك علقت ببعض كلمات إذا ما كان لديك من مساهمة، وفي طبيعة الحال أن تكوني منشطة صارمة وأن تطرحي أسئلة صعبة وأن توجهيها إلى المحللين وأن تلقي نظرة على الدرجة على الخط لنقل مساهمات المساهمين والمشاركين على الخط. شكرا يا كريس، أرحب بكم جميعا، لا سيما بالمشاركين على الخط. أعرب عن حماسي لإحياء هذا الاجتماع فيما يتعلق بالائتلافات الديناميكية، لأننا نتناسى غالبا أن المنتدى لا يجتمع في العام مرة واحدة في العام، بل أنه يعمل بين دورتين، وأن الائتلافات هي بمثابة
عملية مؤسسية تقنن هذا العمل وتجمع الشركاء في قنوات مختلفة وتطلقها في المنتدى. سوف أكون منشطة صارمة، فاستعدوا لأسئلة صعبة فيما يتعلق بنتائج ملموسة للمنتدى بالإضافة إلى المساهمة في الميثاق الرقمي العالمي. وبهذه الكلمات أعيد لك الميكروفون. شكرا، شكرا لك يا تاتيانا، وإنني قد سهوت في التعريف عن السيد جيني فانغ، فإنها تشارك عن بعد وتمثل الشباب في المنتدى. ولك الكلمة يا بول، وهو رئيس الفريق الاستشاري المتعدد الأطراف الفاعلة. شكرا جزيلا. عندما أتأمل بهذه الائتلافات الديناميكية 24، ما يثير انتباهي هو أنها تمثل وسائل للتآزر بغية نيل مجموعة مشتركة من الأهداف، سواء تعلق الأمر بوضع مجموعة نواتج جديدة أو لغة سياسية جديدة أو فكرة تنظيم جديد، إلا أنها تجمع أشخاصا ومنظمات متقاربة الآراء في غاية مشتركة. وإن ذلك يقترب إلى حد بعيد من وجهة نظري لعملية وضع المقاييس لتشييد مبان عالية وناطحة سحاب، فقد تشترك في الهياكل المشتركة لتحديد المشكلة وتوضيح ملامحها وتحديد الحلول المناسبة. وعندما تعتمد الحلول فإنها تنفذها. إنها أصوات 24 قائمة، وإنها ديناميكية بالفعل، ويمكننا أن نمضي قدما بهذا النشاط. وما هو مثير كذلك للاهتمام هو أن هذه الائتلافات قد نشأت من احتياجات ورغبات استشعرها الأفراد، وبعبارة أخرى كان كل ائتلاف بمثابة مسيرة لوجهات النظر. وتمكننا في سياق نموذج المنتدى زائد في إيجاد وسيلة لتفعيل هذه الأفكار التي قد تبلورت في عملية المنتدى وفي بيئة المنتدى. فإنها أفكار هامة ومتشعبة، أما فيما يتعلق بتوقيتها فإنها تأتي في الوقت المناسب حتى تندرج في نموذج المنتدى زائد. آسف، يقول المتحدث، أود أن أستجمع أفكاري. وأتوقف أكتفي بهذا القدر. شكرا، يقول ماركوس كرامون، شكرا على هذه الملاحظات الأولية. أود أن أذكركم بأن لكل متحدث دقائق ثلاثة، فأطلب إليه أن يتوخى الإيجاز. الكلمة لك يا يوتا. شكرا جزيلا على استضافتي في هذا الفريق. إنني أمثل ائتلاف الديناميكي لحقوق الأطفال في البيئة الرقمية، وقد بدأنا بالعمل في العام 2007 وأطلق عليه الائتلاف الديناميكي لسلامة الأطفال على الخط. وإن
وأوده أن أقتبس ما ودى في خريطة طريق الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعاون الرقمي، حيث ذكر إلى الاستغلال السائد، استغلال الجنسي السائد للأطفال وسوء معاملتهم، وقد ذكر أنه اهتمام بالغ للأسرة الدولية. فعندما قررنا تعديل اسم هذا الائتلاف الديناميكي فكان هذا القرار متعمدا، حتى نبين بأن الأطفال ينبغي أن يتمتعوا بكل حقوق الإنسان، بل ولكن نظرا لجوانب الضعف الملازمة لهذه المجموعة كان لابد من أن خصص لهم اتفاقية تعنى بحقوق الطرف. ومؤخرا قد أدخل التعليق العام 25 إلى حقوق الطفل في البيئة الرقمية، وأن أعضاءنا كثيرين في الائتلاف الديناميكي كانوا جزءا من الفريق العمل لتحقيق هذا التعليق العام. أما بعد أود أن أعود إلى تفاصيل حقوق الأطفال في إطار أو على أنها مسألة متقاطعة في مجال حوكمة الإنترنت، وأنها تأتي وتتقاطع مع الإنترنت ومع الائتلافات الديناميكية وغيرها من المنصات. إن الائتلاف الديناميكي الخاص بحقوق الطفل يركز على تسيير الحقوق الحوار حول حقوق الطفل وتناصر حقوق الطفل في صاحب حق وكمتبن باكر لتكنولوجيا، الأمر الذي يدفعني إلى هذا النقاش الطويل الأمد فيما يتعلق بحرية التعبير، أي أنه لا يمكننا أن نعالج هذا الموضوع إلا إذا ما تمكنا من التوفيق بين هذين الهدفين. سوف أنظر إلى التطورات والتكنولوجيا، لا سيما تكنولوجيا الإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وكلها والابتكارات مثل ميتافيرس التي تؤثر على حياتنا جميعا وليس على حياة الأطفال، فإنها تطال أيضا حقوق الطفل عن النحو الوارد في المادة 12 فيما يتعلق بالحق في أن يسمع صوته. أود أن أعود إلى موضوع الحق في الخصوصية الذي ينطوي على شيء من الغموض. ينبغي حماية الأطفال مهما كان عمرهم، ولكن ينبغي التوفيق بين هذا الحق والحق في الخصوصية والحق حق في الحماية من الاستغلال وسوء المعاملة. ينبغي أن أكف عن الحديث حتى أتيح الفرصة للآخرين في أخذ الكلمة. شكرا ليوتا. يقول الرئيس أو المنشط، أعطي الكلمة الآن لووت، ائتلاف المتعلق بالسلامة على الإنترنت أو بمعايير السلامة والأمن على الإنترنت. شكرا يا ماركس، إنني منسق الائتلاف الديناميكي فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن على الإنترنت. أود أن انقطع الصوت، تعتذر المترجمة، فإن الصوت رديء ولا يصلها بأسلوب يتيح لها فرصة لتوفير خدمات ترجمة معقولة. تم تغيير الميكروفون، سوف أكرر لو سمحت يا السيد المنشط. سوف أعود إلى موضوع الذي أود أن أطرحه، كيف أن المنتدى سوف يكفل بأن مبادرات الأطراف الفاعلة المختلفة هي ديناميكية، وأنه يتم الاعتراف بها وبما تنتجه من توصيات وخطوط إرشادية. أعتقد أن هذا السؤال ينسحب فيما يتعلق على مخرجات كل مبادرات المنتدى، إلا أنه لا تلم صعبة على الائتلافات الديناميكية كأفرقة من الخبراء ومن الاختصاصيين في مجالهم، لديهم برامجهم الخاصة بأن يحققوا هذا الاعتراف لأنشطتهم. أطرح هذا السؤال واعتبره ملائما، ليس بالنسبة إلى الائتلاف الذي أنسقه فحسب، بل أنني تعتذر المترجمة، إن المتحدث يقرأ نصا لم يوزع على المترجمين.
نحن نسعى إلى تطوير طبقات مأمونة وسليمة للإنترنت. ونحن سوف نعرض 3 دراسات عالمية، أولا الأولى تتعلق بالأمن، وثانيا فيما يتعلق في التصميم، وثانيا في مجال التعليم والتربية وفي مجال المهارات والمهارات، وثالثا فيما يتعلق بحوكمة البيانات. إن هذه التقارير قد تنطوي على توصيات وعلى ممارسات حميدة لأصحاب القرار السياسي والقطاعي، ولكن كيف لنا أن ننقل هذه المخرجات في غياب أي آلية تسمح لنا بتعميمها؟ إنها مسألة تطرح نفسها إذ أننا نتوقع أن 10 أفرقة عمل سوف تتقدم بمقترحات، وأنه سوف يفترض من الفريق الاستشاري أن يحلها. سوف أكتفي بهذا القدر، وسوف أعود تاليا إلى هذا الموضوع أو إلى جوانب منه. وشكرا. شكرا على الامتثال بالحدود والقيود الزمنية. يقول المنشط سوف نعطي الكلمة الآن لجيني فونغ، وإنها مشاركة على الخط وتمثل الشباب. شكرا على توجيه الدعوة للمشاركة في هذا الفريق كعضو في هذا الفريق. نحن نسعى إلى بناء القدرات، ولكن في الوقت نفسه وكما لا يخفى عليكم من الأطراف الفاعلة الهامة، وأعتقد أنه ينبغي أن تتاح لهم الفرصة للمساهمة في مجالات أخرى في هذا العام. مع زميلي من ائتلاف الشباب قد نجحنا في وضع فريق عمل للشباب، وتمكن من تنظيم ورش عمل ونطرح نتائجها على المنتدى حوكمة الإنترنت، وإنها مبادرة جميلة. ذلك أن الشباب يحاولون الانخراط في النظام الإيكولوجي وأن يديروا النقاش حول مواضيع تهم الشباب أو تشغلهم. وفي الوقت نفسه أعتقد أنه ينبغي أن نواصل العمل حتى نسد الهوة في المعارف، مما يتيح لنا الفرصة في المساهمة مساهمة بناءة في مجالات أساسية تهم المنتدى حوكمة الإنترنت الزائد. إن واحدة من الجلسات المخصصة للشباب في القمة الشباب العالمية عالجنا فيها موضوع محو الأمية، فنحن اعتبرنا أن التعليم على الإنترنت ينبغي أن يكون إجبارياً، وركزنا على ضرورة تدريب المدربين. ذلك أن المعلمين في المدارس التقليدية قد يفتقرون إلى المعلومات الكافية التي تخولهم تدريس ما هو مطلوب في هذا العصر، ويستطيع الشباب أن يقدموا مساهمة في هذا الصدد. فلا بد من مواصلة التعاون مع الائتلافات الدنماركية الأخرى ومع المنتدى، إذ أنه ينبغي أن ننهض بالعلم والمعارف في مجالات مختلفة حتى نتمكن من تقديم مساهمة إيجابية، وإن ذلك يسمح لنا أن نمضي قدما ويوجهنا هدف مشترك، ويسمح لنا أيضا أن نسمع أصوات الشباب وأن نشركهم على تنوع وجهات نظرهم، في حين أن نتمكن من معالجة الإشكاليات المختلفة. هذا ما تمخض عن العمل الذي اطلعنا به في قمة العالمية للشباب في هذا العالم، ونتطلع إلى المزيد من النقاش. شكرا. نود أن إنني مهاجر رقمي، فيهمني دائما أن أستمع إلى صوت أولاد الجيل الرقمي. فنحن نرحب بكم في فريقنا. تاتيانا، هل لديك من سؤال من تعليق؟ هل أنك تابعت التعليقات على الدردشة على زوم؟ شكرا
شكرا، تحية من وليد عصر التكنولوجيا. ما من تعليقات على الدردشة؟ استمعت إلى الجميع وذكرتم جميعا موضوع التعاون، وفي حين أنني أسلم بأهمية التعاون والحاجة إلى التوصل إلى نتائج ملموسة عملية، أود أن أطرح السؤال بشكل مختلف. يوتا، أنت في الائتلاف الديناميكي اطلعتم بجهد كبير لحماية وتأمين سلامة الأطفال على الخط، ولديك طائفة كبيرة من الخبراء. ما هو الائتلاف الديناميكي الأكثر عملية للتعامل معه بغية طرح آرائكم على داخل المنتدى؟ أما جنى، كيف تتأملين في أساليب التعاون بين الشباب والائتلافات الديناميكية؟ فينر، أتفق معك في الرأي فيما يتعلق بضرورة الاعتراف بدور الائتلافات الديناميكية وبزيادة مرئيتها إذا ما جاز القول، ولكن أسألك كيف تتطلع إلى التعاون مع الائتلافات الديناميكية الأخرى؟ فقد ذكرت هذا الأمر، وأود أن أسألك عن التفاعل بين مخرجات والائتلافات الديناميكية والتقارير المجموعات الأخرى. كيف تعتقد أن ائتلافك يستطيع أن يقنن هذه المخرجات في سياق المنتدى زائد؟ أسألك، ما هي الرؤية التي تحتاج إليها، وما هو الدعم الذي تحتاج إليه؟ وماركوس، أنت تقرر من يأخذ الكلمة في الأول. شكرا على هذا السؤال. بالنظر إلى أن لدينا المجموعة الثانية من المتحدثين سأستفيد منها، اللهم إلا إذا ما فضلتم الانتظار. شكرا على هذا السؤال الذي طرحتيه. هو سؤال متعلق بواقعنا الآن، ولا أعرف من يود الرد عليه. ربما بول، تفضل. أعتقد أن السؤال المطروح متعلق بكيفية تفعيل كل هذه الجوانب حتى نحصل على نتائج إيجابية. أعتقد أن هذه هي التحديات الأساسية والنهج الأساسي حتى نتمكن من الاتصال بهؤلاء من ذوي الاهتمامات المشتركة، يحدد ضرورة تنفيذ هذه النتائج وهذا العمل الذي قمنا بتحديده، وبعد ذلك أن نعمل من خلال العملية حتى نحصل على الدعم، وفي نهاية المطاف أن نجد أنفسنا في موقف يسمح لنا بالتنفيذ والدفاع عن ما نود الدفاع عنه، وأن نعمل على توفير اللوائح والموارد، المتعلقة بالإنفاذ، العملية والارتباط على مدار هذه العملية مع هؤلاء الذين يعملون على تنفيذه، وأن نعمل على تطوير عمليات نبدأ من خلالها بتحديد ما نحتاج إلى القيام به وما هي المشاكل التي تعملون على حلها. أعتقد أن المثال المستخدم هنا كان متعلق بنواتج ديناميكية
الائتلافات التي الديناميكية والتي تحدد المشاكل وبعد ذلك تجد الحلول وبعد ذلك تحدد ما نحتاج إليه حتى نعمل على تنفيذ الحلول الموضوعة وأن ننهض بالعملية. شكرا والتر كلمة ريكول. شكرا على هذا السؤال وهذا هو السؤال الأصعب الذي طرح علينا. عندما أنظر في الائتلافات عفوا الديناميكية لدي سؤال من هو المسؤول عن كل هذه النواتج، هل هو رئيس ماج أم هي أطراف أخرى؟ ويجب أن نضفي طبعاً رسمياً على هذه العملية حتى نحصل على اعتماد بالنسبة لها. ولدي بعض الأفكار لجعل هذا الأمر ممكناً بالنسبة لائتلاف ديناميكي. قمنا بعملية استعراض عام للجوء إلى عملية منتدى حوكمة الإنترنت على المستوى الإقليمي، ويسمح ذلك للجميع حول العالم بالتعليق على كل ما نقترح به وبعد ذلك نتقدم بنسخة محينة، وذلك يقربنا خطوة من عملية الاعتراف بكل هذه العملية، وبعد ذلك ننظر في كيفية الاعتراف به بشكل رسمي على الموقع الشبكي لمنتهى حوكمة الإنترنت، وبعد ذلك نعمل على تنظيم صفوفنا لأجل الحصول على النواتج بشكل عملي. أن ننظر على سبيل المثال في منتدى حوكمة الإنترنت الإقليمية أو هيئات أخرى، ولكن على أي حال نحتاج إلى إيجاد السبل لأجل تعميم نواتج منتدى حوكمة الإنترنت، وهذا سيحدث فرقا كبيرا لأننا سنعمل على عملية التعميم والترويج. أمل أنني قد أجبت على سؤالك، شكرا جزيلا وود. والآن نفتح المجال لطرح أي أسئلة من القاعة، ولكن قبل ذلك ربما ترغب يوتا في التعليق. نعم، والسؤال المطروح كان أي من الائتلافات الديناميكية من الائتلافات 23 إذا ما سحبت ائتلافنا تفضلون التعاون معها؟ وبالنسبة لنا نحن نعمل مع حقوق الأطفال، وبالتالي لن أعطي أولوية لحق على حق آخر، وبالتالي سأضع حقوق الأطفال في المسائل المتقاطعة، وبالتالي نركز على كافة الائتلافات. إذا ما فكرنا في أفضل مصالح حقوق الأطفال كما ورد ذلك في المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة، يجب أن ننظر في أفضل مصالح الأطفال، وهكذا نكون قد قطعنا شوطا طويلا لكي نعمل على النهوض بحقوق الأطفال والإنسان في بيئة جيدة. لقد تحالفنا مع التحالف الديناميكي المتعلق بالذكاء الاصطناعي بشكل ملموس، وأيضا التحالف إنترنت الأشياء، وهناك بعض المداولات الجارية سواء كان الأمر متعلق بمبادئ الإنترنت وعملية إدماج الأولوية المعطاة لأفضل المصالح لأجل الأطفال. شكرا. شكرا. أرى طلبات من القاعة، أعرف أنك ساندرا، ولكن هل يمكن أن تختصري؟ شكرا جزيلا، اسمي ساندرا وأنا في الائتلاف الديناميكي المعني بالمدارس. كان يجب أن يكون هناك متحدثا من ائتلافنا
السؤال المتعلق بمساهمة التحالف الديناميكي هو أمر يمكن أن نجده في المدارس. وصوت المتحدثة من القاعة غير واضح. ولدينا مشاورات تجري على مستوى الأمم المتحدة. وتعتذر المترجمة لعدم وضوح الصوت من القاعة. نود أن نشجع مدارس أخرى كي تشارك في هذه العمليات العالمية، وهذه ليست بالفرصة الأخيرة، ولكن هناك ربما عمليات أممية وعالمية أخرى، وهذا الأمر سيكون مفيدا. شكرا جزيلا. شكرا هذه المداخلة كانت سترجع إلى الجزء الثاني من مداولتنا، ولكنك تحدثت وأنت مع التحالف الديناميكي الخاص بالمدارس. أعتقد أن جانا رفعت يدها، هل ترغبين في أخذ الكلمة؟ نعم أود أن أخذ الكلمة ردا على سؤالك، وفقط لكي أضيف بعض الأمور التي أشار إليها فوت آنفا. على عكس ائتلافات ديناميكية أخرى، ليس لدينا ما ينظم لعملية التقرير السنوية. نحن نعمل على تحقيق نواتج أكثر عملية، ونحن نركز في الوقت الراهن على بناء القدرات والندوات ذات الصلة بهذا المجال. إذا ما كنا نتحدث عن المساهمة في هذه العملية، فإننا ننشئ فرقة عمل تساعد الشباب للتقدم بمقترحات ورش عمل لمنتدى حوكمة الإنترنت. أعتقد أنه لازال أمامنا شوطا نقطعه لكي نعمل النكرة. الأصوات الرسمية تعترف بنا، ومنتدى حوكمة الإنترنت يجب أن يفعل شيئا حتى يتم تحميل تقارير كافة الائتلافات الديناميكية. على سبيل العام أن يتم على سبيل المثال عفوا أن يتم تحميل الأخبار للمبادرات المختلفة كل عام. وأنا أمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهذه أحد الطرق للتقدم بتعليقات وبمساهمات، وأن نجعلها سهلة المنال بالنسبة للمساهمين الآخرين وبالنسبة للأعضاء الآخرين من الائتلافات الديناميكية. يمكن لهم أن يساهموا ويقدموا معلومات مفيدة للمستجدين، لأن كل شيء يبدو جديدا، وبالتالي فكرة أن نعقد ندوة بين التحالفات الديناميكية المختلفة سيكون مفيدا للغاية. وأعتقد أن ذلك من شأنها أن
يساهم على مستوى مجتمعاتنا على المدى البعيد، لأنني كما قلت نحتاج إلى سد الثغرة على مستوى المجتمعات الشبابية، وفي نفس الوقت أن نساهم في بناء القدرات للمستجدين. ولكن الشباب مثلي الذين شاركوا في هذا المنتدى مدة 5 أعوام بدأت أشعر أنني في مأزق. على سبيل المثال لا أتمكن من التحدث وأشعر أنني أحتاج إلى أن يسمع صوتي ويجد أن أركز على بعض المواضيع، ولكن في نفس الوقت أشعر أنني ينقصني المعلومات التي يمكن أن أساهم من خلالها. لذلك أعتقد أن هذا النوع من التعاون فيما بين الائتلافات الديناميكية هو أمر أود أن أراه. وبالنسبة للتقارير المرفوعة من مجتمع الشباب، هذا أمر يجب أن نركز عليه. وبالنسبة للمنهجية أو كيفية الإبقاء على أفريقيا الاتصال حتى ننجز الأعمال، أعتقد أنه يجب على الشباب أن يطلعوا بمبادرات حتى يتعلموا من تحالفات من ائتلافات ديناميكية أخرى. وأشرنا في مناسبات عدة أننا يجب أن نشارك الشباب. شكرا شكرا تاتيانا، هل ترغبين في أخذ الكلمة؟ نعم ماركوس، ولكن قبل أن أعيد إليك الكلمة، ما لفت نظري في هذه المناقشة هو أن المداخلات أجابت على سؤالي، وبول كان يعطي المزيد من التفاصيل حول عملية الاتصال والتواصل حتى نسهل تنفيذ النواتج الناجمة عن هذه الائتلافات. وبعد ذلك نجعل أحد يطلع بالعمل. كان لدي سؤال عندما كنت أستمع إلى هذه المداخلات، هناك أحداث مختلفة وأماكن مختلفة يتم إنتاج فيها تقرير ويطلب عمل ملموس. أود أن أسأل كيف أن منتدى حوكمة الإنترنت مختلف؟ هل هو المكان المناسب لكي يصبح قناة لهذه المعلومات؟ بمعنى آخر، إلى من نتوجه مع هذه النواتج؟ وفوت قد أجاب على هذا السؤال من خلال طرح سؤال آخر، وفي بعض الأحيان أسمع أن الائتلافات الديناميكية بعضها أكثر نضجاً بالنسبة للنواتج، وبالنسبة للبعض الآخر لا زالوا في طور إحراز التقدم لإحداث نواتج ملموسة. ولكن هناك الكثير من النتائج التي تحتاج إلى المزيد من الرؤية والمزيد من القوة حتى تتمكن من تقديم الدعم اللازم. وبالتالي أعتقد أن سؤالي الموجه لكم جميعا، اللهم ماركوس إذا ما كان لديك سؤالا آخر، إذا ما كان هناك جملة تود أن تروها تتغير في منتدى حوكمة الإنترنت، أن ندفع بالأمر وأن نسمح بالمزيد من الفرص لكي نحصل على نواتج أفضل. ما هو السؤال الموجه للائتلافات الديناميكية؟ ولكن بصفة عامة إذا أمكنكم أن تعلقوا على كل هذه التعليقات. شكرا، هذا يعطيني فرصة طيبة لاختتام الجزء الأول من هذه جلسة، وأعطي فرصة لكافة المتحدثين ليعربوا عن رأيهم. وأود أن أطلب منكم، وذلك بعد أن استمعتم إلى كل هذه المداخلات، هل يمكن أن أبدأ بك؟ أود أن أركز على التعاون أفضل من التنافس. شكرا، ويتحلى بالإيجاز. شكرا، كان هناك سؤال مقتضب تود تاتيانا الرد عليه أولا. أعتقد أن منتدى حوكمة الإنترنت هو المنبر الوحيد الذي يمكن للجميع أن يتقابلوا فيه بشكل متواسي، ولدينا مواضيع متواسية. هذا هو موقفي الشخصي.
بالنظر إلى منتدى حوكمة الإنترنت، هناك أهمية بالنسبة للائتلافات الديناميكية التي تم إدماجها في العملية التحضيرية، لأنهم يعملون على نواتج ملموسة، وجزء من الاستراتيجية هي مناقشة منتدى حوكمة الإنترنت. دعوني أشكر ميسر هذه الجلسة مارك كارفيل، وإذا ما أصبحت منتدى حوكمة الإنترنت هو الحاضن لسياسة الأمم المتحدة والأمين العام، فإن ذلك سيمثل فرصة للمساهمة في نواتج أكبر. وآمل أن مناقشة اليوم ساعدتنا لإحراز تقدم، ومرة أخرى يتحدث المتحدث بشكل سريع دون أن يتوفر النص لدى المترجمين الفوريين. شكرا. وقبل أن أعطيك الكلمة بول، أود أن أطلب من المتحدثين عبر الإنترنت، جانا ماذا تودين أن تقولي؟ أود أن أرى شراكات فيما بين الائتلافات الديناميكية، وهذا هو هذه هي كلمة السر لتحقيق كافة العمليات التي حددناها. وأمر أخير، أود أن أسلط الضوء، وربما هذا هو رأيي الشخصي، سأكرس بعض الوقت ليس فقط لأكون الحل ولكن للعملية وتقدم هذه العملية. وأعتقد أنه من خلال هذه الشراكات يمكن أن نجعل نواتج هذه العملية ونقاش سهلة الوصول من قبل الجميع. شكرا جزيلا. وبذلك ننتهي من الجزء الأول من مناقشتنا. يمكن للمتحدثين البقاء معنا، ولكن اسمحوا لي أن أدعو المتحدثين في الجزء الثاني من ندوتنا. لدينا بابو، وهو متواجد معنا ويمكن الحضور إلى المنصة الرئيسية. لدينا الدكتور جوبتا، وهو موجود في القاعة، أرجو الانضمام إلينا في المنصة الرئيسية. وبذلك ودون أي مزيد من الإطالة، أنتقل إلى أمانديب. أمانديب، هل لك أن تفكر وتطرح أفكارك بشأن الجزء الأول من النقاش، وكيف يمكن للائتلافات الديناميكية العالمية أن تسهم في منتدى حوكمة الإنترنت؟ لقد استمعنا إلى بعض التعليقات من الحضور والاقتراحات التي قدمت، فأرجو أن تطلعنا على أفكارك. شكرا لك يا ماركوس. لقد أصغيت إلى المتحدثين السابقين وبعض التعليقات والأسئلة التي قدمت من القاعة. أرى أن هناك مساران للائتلافات الديناميكية في إطار الاتفاق الرقمي العالمي. الجزء الأول يتعلق بمرحلة المشاورات، والهدف الأساسي خلال هذه المرحلة هو استخدام إطار يحوي جميع الأطراف المهتمة، والتأكيد على مسألة التنوع والشمولية، وكذلك القرب مما يحدث على أرض الواقع، وذلك بغية أن نضمن كل ذلك في الاتفاق الرقمي العالمي والمشاورات ذات الصلة بهذا الاتفاق. إن الائتلافات الديناميكية المختلفة التي أشرنا إليها يمكنها أن تسهم، والمبادرة التي تم اتخاذها من خلال مبادرة حوكمة المدارس يمكنها أن تساعد بصورة كبيرة من أجل التوصل إلى النقاشات التي ستجرى في نيويورك. سنستمع إلى هؤلاء المتواجدين على أرض الموقع، ولدينا كذلك التحالف الخاص بالصحة الرقمية. وفي بداية هذه العملية استمعنا
إلى مقترحات أخرى والمشاكل والتحديات ذات الصلة. الدور الثاني الذي أراه هو أن الائتلافات الديناميكية لا تعد هدفاً في حد ذاتها، ولكنها يمكن أن تقدم النصح والمشورة وأن ينعكس ذلك على عمل وممارسات الحكومة والقطاع الخاص والوسائط الأكاديمية والمجتمع المدني وغيرها. هذه الائتلافات من شأنها أن تساعد بشأن الجزء المتعلق بالبيانات، لا أتحدث فقط عن عملية المشاورات ولكن ممارسة الاتفاق الرقمي العالمي بعد أن يتم اعتماده. من الواضح أن هناك بعض التحديات التي طرحت خلال الجزء الأول. أولاً مسألة التفاعل بين العضوية وبين الموضوعات المختلفة، كيف يمكن أن يكون هناك هذا التفاعل بين كل هذه الصلات، وكيف يمكن أن يتم دمج وشمل جميع الأطراف والقطاعات في المجتمع. ثم هناك مسألة المشاركة، هذه المشاركة هي مشاركة طوعية، ولكن يمكن أن يكون هناك تركيز على المشاركة الديناميكية وتوسيع نطاق هذه الائتلافات بحيث تصبح أكثر شمولية للجميع. هناك كذلك سؤال يتعلق بمسألة توجيه النتائج، وما هي الأواصر الصائبة لتحقيق ذلك؟ تحدثنا عن القيادات في الجزء الأول من النقاش، ومن أهم هيئة القيادة هي أن تؤكد على وضوح منتدى حوكمة الإنترنت ونشر وتعميم النتائج المنبثقة عن هذا المنتدى. سيكون هناك فرصة سانحة للتفاعل البيني بين الائتلافات الديناميكية وتعزيز دورها. أود أن أختتم بالتأكيد على أن المفهوم ينطوي على قوة كبيرة. بالنقاش الخاص بالنماذج المختلفة للتعاون أثناء المنتدى رفيع المستوى منذ عام 2018، فإن النموذج الذي تم التركيز عليه من أجل التنفيذ كان جنبا إلى جنب مع نماذج أخرى، ولكن كان هناك موضوع متقاطع ألا وهو أننا بحاجة إلى منهج يعتمد على إقامة الشبكات. علينا أن نأتي بمختلف المشاركين في الأفرقة المختلفة، علينا كذلك أن نعمل على إيجاد حاضنات للأعمال أو دور يتماثل مع تلك الحاضنات، وأن نطبقها على نموذج إشراك أصحاب المصلحة. علينا أن نستمر في العمل من أجل أن نصل إلى مسألة تنفيذ بصورة أفضل. شكرا جزيلا، هذه الملاحظات ممتازة بشأن الائتلافات الديناميكية. أود أن أقدم لكم المتحدثين عن بعد. لدينا بشاكة داتا من الائتلاف الديناميكي بشأن النوع الاجتماعي وحوكمة الإنترنت. لدينا ماريان فرانكلين من حقوق ومبادئ الإنترنت. وأخيرا لدينا ممثل موريشيا أبدول توليشيا من ائتلاف الشباب بشأن حوكمة الإنترنت، وموجود معنا على المنصة الرئيسية دكتور جوبتا من الائتلاف الديناميكي بشأن الإنترنت وفرص العمل، بابورام أريال من الائتلاف الديناميكي بشأن المدارس وحوكمة الإنترنت. وأود أن أنتقل أولاً إلى بشاكة داتا من الائتلاف الديناميكي بشأن النوع الاجتماعي وحوكمة الإنترنت. شكراً جزيلاً على دعوتي للمشاركة في هذا النقاش بشأن الائتلافات الديناميكية وحوكمة الإنترنت. اسمحوا لي أن أتحدث قليلاً بشأن مسألة النوع الاجتماعي، والتي تأتي كفكرة أو كمبدأ محوري في إطار الاتفاق الرقمي العالمي، وهو الأمر الذي بدأنا نتحدث عنه منذ فترة. هناك مجموعة من الأهداف والمبادئ التي يمكن أن ننظر إليها بوصفها مبادئ مشتركة وتحقيق مفهوم الإنترنت للجميع. كل هذه الموضوعات بها بعد خاص بالنوع الاجتماعي. عندما نتحدث عن الحرية
نعرف أن الحرية الخاصة باستخدام التقنيات الرقمية تعتمد ليس فقط على الموصولية ولكن أيضا على الظاهرة الجندرية وكذلك على إشراك الجنسين. نحن هنا نتحدث عن المشاركين من مختلف الطوائف، وبالتالي يجب أن يكون هناك شبكة إنترنت آمنة. وكلمة آمنة تأتي في سياق التعامل مع مختلف المخاطر مثل الخطر والتهديد عبر شبكة الإنترنت أو التحرش أو ما غير ذلك. يجب أن يكون هناك ولوج آمن للشبكة يراعي البعد الخاص بالمساواة بين الجنسين. مثلا إذا كان علينا أن نتعامل مع مسألة المعلومات المغلوطة، وقد زاد الولوج إلى شبكة الإنترنت خلال تفشي جائحة كوفيد-19 إن هذه المعلومات المغلوطة دائما ما ترتبط ببعد للنوع الاجتماعي، ودائما ما يكون هناك هذا السياق الخاص بالجندر. أؤكد على 3 أولويات. أولا أن نتحدث عن طيف النوع الاجتماعي بعيدا عن مجرد جنس الإنسان رجل أو امرأة. لدينا من الناحية الأخرى أن نعرف أن البيئة الإلكترونية يجب أن تكون آمنة للجميع. ثم ثالثا علينا في هذه الحالة أن نركز على حوكمة الإنترنت وتيسير ولوج المرأة وتعميم النوع الاجتماعي في كل أعمالنا. شكرا جزيلا. أعطي الكلمة لهيرمان راموس من الائتلاف الديناميكي بشأن تقنيات الصحة المعتمدة على البيانات. للأسف الشديد يوجد ضوضاء في الخلفية، ومن ثم يصعب أن نترجم في وجود هذه الخلفية. تتوقف الترجمة إلى أن يتحسن الصوت وتختفي الضوضاء من الخلفية. إن هدفنا الأساسي هو أن نقوم بوضع معلومات ومواد تعليمية وأن نوفرها لجميع المستخدمين. نحن نعمل على تقنيات الصحة القائمة على البيانات والمعلومات. نقوم كذلك بالتعاون مع القائمين في المجال الطبي من الأطباء وكذلك العناصر الفنية. نحاول أن نقدم لهم كل الموارد المتاحة والتي تسمح لهم بالقيام بعملهم على أكمل وجه. نحن نجمع المشاركة مع أصحاب المصلحة الآخرين ومع الائتلافات الديناميكية الأخرى لتعزيز عملنا، كما نخطط لتوسيع عملنا وإقامة شراكات مع المؤسسات المختلفة. ولذلك هذا العام قمنا بعقد العديد من ورشات العمل والمؤتمرات والتي تتعلق بحوكمة الإنترنت. وكذلك نعمل في عدة مجالات أخرى من بينها مجال الذكاء الاصطناعي. نقدم العديد من المخرجات التي من شأنها أن تساعد الجميع والتي تركز بصورة أساسية على تقنيات الصحة المعتمدة على البيانات. نفهم أن هذا المجال هو مجال جديد عند مرحلة ما. نحن كذلك ننتقل نحو التحول الرقمي، ومن المهم أن هذه التقنيات لا تقدم فقط من قبل الخبراء ولكنها تقدم للعديد، بحيث يمكن للجميع بما في ذلك أصحاب الإعاقات أن يتفهم هذا الأمر وأن يستفيد من تلك التقنيات. شكرا. والآن راجندرا من الائتلاف الديناميكي بشأن الإنترنت وفرص العمل. شكرا لك يا ماركوس. كما ترى فموقع رنة بالزملاء
فقد أتيت وأنا مرتديا ملابس غير رسمية، ولكن اسمحوا لي أن أتحدث عن وظائف العمل وعلاقتها بالإنترنت. منذ عدة سنوات وفي عام 2018 تحديدا تأسس هذا الائتلاف الديناميكي بشأن الإنترنت ووظائف العمل، وأؤكد على أنني لا أعرف أي منتدى آخر بخلاف منتدى حوكمة الإنترنت التي ينضم إليها هؤلاء الآلاف بل الملايين من المستفيدين، وكل ذلك بفضل استخدام التقنيات الحديثة. ونظرا للعمل الذي قمنا به على مدار السنوات استطعنا أن نعمل على إيجاد العديد من فرص العمل، وأود أن ألفت انتباهكم إلى كلمة استمعناها بالأمس أن هناك 2.7 مليار نسمة غير متواصلين عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي علينا أن نصل إلى كل هؤلاء. وقد تحدثنا على أنه إذا ما أردنا أن يكون لدينا عملية إجرائية ذات مخرجات مفيدة علينا أن نبذل قصارى جهدنا. أعرف أن هناك العديد من المشروعات التي تتم هنا في قارة أفريقيا، وبالتالي نحن بحاجة إلى التعاون والتآزر وأن نعرف أن الإنترنت هو مساحة يجب أن تكون متاحة للجميع. نود في هذه الحالة أن ننظر إلى النماذج المختلفة، ليس فقط نماذج التقنيات الحديثة، ولكن أن نتأكد تماما من أن الإنترنت من أجل الجميع يجب أن يؤدي إلى توفير سبل الرزق للجميع. لدينا مسودة، وبالتالي علينا في هذه الحالة أن نركز على استخدام الإنترنت لإتاحة الوظائف للجميع. علينا أن نستغل هذه الفرص، وأتمنى أن نحقق أهدافنا. شكرا جزيلا على كلماتك، وشكرا على احترام الوقت المتوفر لدينا. وأؤكد لكل من انضم إلينا أن كل مداخلة لا يجب ألا تزيد عن 3 دقائق. والآن مريم فرانكلين من ائتلاف حقوق الإنترنت ومبادئها. مريان تفضلي، يسعدنا التواجد معنا عبر شبكة الإنترنت. شكرا جزيلا على دعوتي. هل لي أن أشارككم في شاشتي لأقدم بعض الشرائح من خلالها؟ شكرا. اسمي مريم فرانكلين، وأعمل في الائتلاف الديناميكي بشأن المبادئ والحقوق. هذا الائتلاف قد تأسس في عام 2009 في شرم الشيخ. بدأنا في التركيز على مجموعة من المبادئ، وبالتالي بالنيابة عن هذا الائتلاف أؤكد على أننا نحاول التأكيد على احترام حقوق الإنسان عبر الشبكة. في الميثاق الخاص بنا وضعنا مجموعة من المبادئ، وفي عام 2020 أكدنا على عدة نقاط وأهداف قد تحققت. أولاً، يجب على هذا الميثاق الخاص بحقوق الإنسان عبر شبكة الإنترنت أن تكون متاحة للجميع، وعملنا كذلك على تضمين هذه الأهداف والمبادئ في إطار الاتفاق الرقمي العالمي. والسبب في ذلك هو أنها لدينا فرصة سانحة من أجل أن نعمم هذه المبادئ. ثانياً، أن المكتب الخاص لدينا به العديد من الخبراء، والميثاق الذي تأسس الائتلاف على أساسه به مجموعة من المبادئ التي تكفل هذه الحقوق. وحاولنا كذلك أن نضمن عدة لغات وترجمة هذا الميثاق إليها. الآن لدينا نحو 12 من اللغات التي ترجمت إليها أحكام الميثاق. نحن نرى أننا يتعين علينا أن نستمع إلى جميع الأطراف بما في ذلك المجتمعات المحلية، وبذلك يعلم الجميع ما هو المقصود بالاتفاق الرقمي العالمي وكيفية استخدام إطار الإنترنت لتحقيق أهدافنا.
عمل الترجمة وغيرها من الأعمال الأخرى من أجل ترجمة أحكام الميثاق يعتبر أمرا مهما لمستقبل الاتفاق الرقمي العالمي، كما أننا نشجع الأطراف الأخرى على ترجمة مبادئ هذا الميثاق إلى لغاتهم المحلية. إن هذا العمل يتضمن عدة مبادئ. ثالثا، بالنسبة للاتفاق الرقمي العالمي وكذلك قمة المستقبل في عام 2024، تنصب على الاستماع إلى مختلف الآراء والعمل على الاستدامة البيئية، وهو الأمر الموجود في المادة الرابعة من الميثاق، وكذلك التواصل واحترام الحقوق عبر شبكة الإنترنت. كل ذلك يركز على احترام حقوق الإنسان، بحيث يمكن الإنترنت من أجل المستقبل أن يتمتع بالتنوع، احترام حقوق المجتمع وحقوق الفرد، وكذلك العمل على تحقيق عدالة المناخ ومواجهة تغير المناخ. شكرا جزيلا، وأتمنى أنكم استطعتم رؤية هذه الشريحة. شكرا جزيلا. لدينا بابورام أريال من الائتلاف الديناميكي بشأن المدارس وحوكمة الإنترنت. شكرا لك يا ماركوس. نحن في الائتلاف الديناميكي بشأن المدارس وحوكمة الإنترنت نعمل على التوصل مع جميع المدارس، وهذا الائتلاف يسهم بصورة كبيرة في محتوى السياسات الديناميكية المختلفة. نضع المبادئ والسياسات وكذلك نقدمها للمواطنين على المستوى المحلي. لدينا كذلك مجموعة من المشاركين من أصحاب المصلحة والمهتمين، وهؤلاء هم الذين يسهمون من أجل إيجاد نظام إيكولوجي، وهذا سيؤدي إلى تحقيق أهدافنا، وكذلك نشدد على أهمية استخدام المدارس من أجل تعميق حوكمة الإنترنت. نحن نجلب المبادئ والسياسات إلى القاعدة، ونحن نطلق هذه الآراء الأساسية إلى المستويات العليا مثل المنتديات الإقليمية وغيرها من محافل. فإن المنتديات المنتدى هي همزة الوصل لنقل المعارف والابتكارات إلى الصعيد العالمي. إنها مبادرة مفيدة للميثاق، ونحن باسم مدرسة حوكمة ائتلاف الديناميكي لحوكمة الإنترنت نحن نوصي بأن ينهض الميثاق بمنصات الائتلاف الديناميكي، لأن الائتلافات الديناميكية محتفلات تأتي بتقدم معياري، وإنها خير توصية نقدمها للأمم المتحدة بالنسبة إلى هذه المبادرة. كما أنا نوصي أنه أن يتم السعي إلى كفالة استدامة المستوى المحلي لحوكمة الإنترنت في المدارس، فحبذا لو عالج الميثاق هذه المسائل. أرجو أنني بذلك قد احترمت القيود الزمنية. شكراً. شكرا لك. سوف تدركون في ضوء المساهمات ومداخلات المشاركين كم أن هذه الائتلافات الديناميكية متنوعة. فنستمع مرة أخرى إلى أولاد العصر الرقمي. موريسيا على الخط. موريسيا أبدول تشيلوندا.
ممثلة لائتلاف الشباب. طابت أوقاتكم موريسيا أبدولتشيلوندا، إنني أمثل ائتلاف الشباب حول حوكمة الإنترنت. نحن ائتلاف ديناميكي تمثل فيه كل مناطق العالم، ونحن سعينا إلى زيادة مساهماتنا بحيث نستطيع أن نسمع صوت الشباب في مجالات صون القرارات في كل مناطق العالم. ونحن نعتقد أن البيانات التي جمعناها تكون مفيدة وتسري الميثاق الرقمي العالمي. على سبيل المثال، وفي كل منطقة ركز كل ممثل عن الائتلاف الديناميكي على جمع بيانات خاصة بمنطقته، وتمكننا من جمعها وطرحها قبل إعداد التقرير. كما أننا نظمنا الندوات الشبكية على مدى السنة، ركزنا فيها على جوانب مختلفة وعلى المواضيع المختلفة التي تناولها المنتدى في دورته هذه. فنحن تناولنا قضايا مثل القضايا الجنسانية والقضايا المتعلقة بالوصول المجدي، ونقلنا صوت الشباب الذين عبروا عن رأيهم من هذه القضايا. ونحن كما أن أجيالا مختلفة في العالم ممثلة في ندواتنا الشبكية، فالبيانات متوفرة، فحبذا لو تم أخذها في عين الاعتبار. وبذلك نعرف تمام معرفة أنه يتم إسماع صوت الشباب، وذلك في سياق الميثاق الرقمي العالمي. كما أننا قمنا بالتعاون على مستوى هيئات شبابية مختلفة ليس داخل الائتلاف الديناميكي. مثلا نحن نتعاون مع المجموعة الدائمة لشباب الإنترنت، وإنها دائمة في هيكلها، فإن أصوات الشباب من هذه الجماعة تكون ممثلة لصوت الشباب في كل أرجاء العالم. ويمكننا من هنا أن نؤكد على صحة بيانات التي جمعناها وعلى موثوقيتها وعلى جدواها في أي حوار، ليس في حوار يقتصر على الميثاق الرقمي العالمي، بل في أي حوار يشرك الشباب و يدعوه إلى طاولة النقاش، معتبراً أنه يمثل صوتاً مفيداً في أي قرار يتخذ. وبذلك نكون قد اعتمدنا نهجاً متعدد الأطراف، أطراف الشأن والمصالح، فعلياً في حل كل إشكالية. كما أننا تمكننا من خلال هذه الأنشطة التعاونية يتجلى اليوم في المنتدى المنشط مقاطعا، هل لك أن تنهي كلمتك؟ نعم، نحن قدمنا 11، قدمنا اقتراحات إلى المنتدى حوكمة الإنترنت وقبل 11 اقتراحا. فلن يسمع صوت الشباب فحسب، لأنه في طاولة صون القرارات تسمع أصوات الشباب في الطاولات التي تناقش شتى المواضيع، وذلك بفضل هذه البيانات التي جمعناها والتي سوف نرفعها ونضعها تحت تصرف الميثاق الرقمي العالمي. شكرا. هل تاتيانا، هل لك من أسئلة أو تعليق من المشاركين على الخط أو في خانة الدردشة؟ تاتيانا سئل سؤال على الخط فيما يتعلق بمبادئ وحقوق وائتلاف الديناميكي فيما يتعلق بالمبادئ والحقوق. أود أولا أن أهنئ كل المحاورين فيما يتعلق من بإنجازاتهم في إطار ائتلافاتهم، وإنها تثير العجب. أعود إلى
تلك المجالات وإلى مساهمة الائتلافات الديناميكية، بل ليس في سياق توفير اقتراحات عملية، بل من خلال تحدي البيئة الحالية واستردية القائمة، بغية تبيان آثار ما نقوم به على الجنس على النحو الذي ذكرته بشاكا داتا. وبالتالي أود أن أطرح عليكم سؤالا ماركوس، في طبيعة الحال أسأل كل سؤال يروق له، ولكن نظرا لضيق الوقت أود أن أسألكم في كل هذه الإنجازات في عملكم وفي سياق الميثاق الرقمي العالمي، ما هي الصعاب، ما هي العراقيل، كيف لنا أن نساعدكم، ما هي المساهمة القيمة التي يمكننا أن نقدمها في سياق الميثاق الرقمي العالمي؟ في طبيعة الحال ماركوس تفضل بطرح أي سؤال يروح لك. شكرا جزيلا يقول ماركوس، إنني أرحب بسؤالك وإنني أتوجه إلى المحاورين سائلا إياهم ما إذا كانوا يرغبون في الإجابة، وأقول إلى أمانديب أنه يستطيع أن يأخذ الكلمة متى يراه مناسبا. لوفوس، شكرا تاتيانا على هذا السؤال الهام. في حين ما هو مهم هو التعاون وتنفيذ المشاريع. لا طلب لي من المنتدى، إنه فريق رائع ونحن منفتحون لكل الأفكار. شكرا. بابو، إن السؤال في محله ويهم المنتدى، لأننا سعينا إلى ابتكار الأفكار الجديدة لكي يكون المنتدى أكثر شمولية وإشراقا، وفي مبادرات إقليمية ووطنية عديدة، وفي اجتماعات ائتلافات ديناميكية لحوكمة الإنترنت اقترحت قضايا أساسية، قضايا جنسانية، وقد طرحت مسألة الذكاء الاصطناعي على الصعيد الشعبي. إن كما نظر في وضع الأشخاص من ذوي الإعاقة فكلها أفكار مبتكرة وشاملة وذات أهمية لمدرسة حوكمة أو للائتلاف الديناميكي لحوكمة الإنترنت. شكرا. لديك سؤال؟ إن الصوت رديء للغاية وتتعذر الترجمة، لم أسمعك، تفضلي. أود أن أجيب على السؤال قائلة إننا ما نلاحظه هو أن حوكمة الإنترنت هو مفهوم يصعب على الكثيرين من الأشخاص فهمه، مع أنهم منخرطون انخراطا كبيرا مع الإنترنت، فإن حوكمة الإنترنت تختلف عن نماذج الحوكمة التقليدية، فيصعب على الناس أن يكونوا فكرة عن هذا المفهوم، مع أن عملية الحوكمة عملية مفتوحة. فحبذا لو ساعدنا منتدى حوكمة الإنترنت في تسهيل المفهوم بشكل، أعتقد أن ملاحظتك تتفق مع الملاحظة الأولى المتعلقة بالتنوع وبتنويع العمل والمشاركة، وإن هذه الملاحظة تتفق تماما مع التحديات التي يواجهها ائتلافك. ماريانا، هل أنه لديك من تعليق أو من إضافة عما قيل سابقا، أو هل أنك ترغبين في الإجابة على سؤالك؟ شكرا جزيلا يا تاتيانا، وقد نحن اعتدنا هذه الأسئلة المتشعبة، ما هي نقطة البداية؟ إن التحدي الذي تواجهه الائتلافات الديناميكية هي جزء من
موكلين من مجموعة موكلين أكبر. سوف أكتفي بحديثي عن تجربتي. تعتذر المترجمة إن الصوت رديء. إن الميثاق يشمل الحق في التنمية، حق الأطفال، ويشمل كل أجيال حقوق الإنسان ومواثيق حقوق الإنسان، لا سيما الحق في التعبير. ولكن الحق في التعبير عن الرأي ليس هو الحق الوحيد الذي يوضع على المحك، في حين أن شبكة الإنترنت تتوغل في حياتنا. إن هذه إن الطيف الشامل والكامل لحقوق الإنسان يشكل ينبغي أن يشكل جزءا لا يتجزأ من أي حديث عن حوكمة الإنترنت، وينبغي أن نستفيد من البيانات التي تجمعها كل الأطراف لكفالة احترام حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي يجمعها الفريق المهنيين والتقنيين. مرة أخرى أشكر الأمين العام على مواجهة الإشكالية بشكل مباشر. شكرا. شكرا ماركس لك الكلام. شكرا يا مريم. إن السؤال الذي طرحتيه سؤال محوري ويتعلق ب الربط بين نشاط الائتلافات الديناميكية وهي هيئات مستقلة، وبنشاط المنتدى بشكل عام، وإنها الحلقة الناقصة. إنك طلبت بالمزيد من الاعتراف، إنما السؤال يبقى في تحديد العملية التي تكفل هذا الاعتراف، وهو موضوع ينبغي أن نعالجه في سياق عملية المنتدى زائد وفي المساهمة في الميثاق الرقمي العالمي. هل لموريسيو أو لهرمان أي مساهمة؟ شكراً. إن التغيير الذي قد نتوقعه، اعتذروا المترجمة إن الصوت رديء، يوجد صدى وضوضاء محيط بالمتحدث. نحن نجمع عادة دلائل علمية أو مواد تربوية، إلا أن هذه المعلومات التي نجمعها لا تأخذ شكل توصية أو توصية عملية تنفذ على أرض الواقع، ويمكننا أن نغير الوضع حتى نتيح الفرصة لتقديم مساهمة ملموسة، وحتى نسمح لمنظمات وأطراف مصالح أخرى للمشاركة في المنتدى. شكرا. موريسيا، نحن ائتلاف الشباب المعني بحوكمة الإنترنت لدينا تجربة تتعلق بالإشراك. نحن طلبنا عقد 13 اجتماعا في هذا المنتدى، وتم اختيار 11 اجتماعا، وإن ذلك قد عدل تجربتنا في السنوات الماضية فيما يتعلق بأمر المشاركة. ما قمنا به وما شهدناه الآن، وتستدرك المتحدثة فيما يتعلق إن الغرض هو بزيادة مشاركة المرأة والفتاة في كل جلساتنا، وإن
ذلك قد أدى إلى زيادة المشاركة بشكل عام في المنتدى، ونحن شهدنا تطورا على صعيد التعاون بين الأقاليم، حيث أنه لم نتمكن من التفاعل عمليا مع نظراء الأوروبيين أو الأسيويين لأننا نفتقر إلى الدعم الكافي لهذه المناطق فيما يتعلق بالمشاركة في الاجتماعات الحضورية، لا سيما فيما يتعلق بالنظراء من الشباب الأوروبيين، فنجد أنفسنا حيث أن هناك ممثلون عن آسيا أو أفريقيا، ولكن يغيب الآخرون لأنهم يفتقرون إلى الدعم الكافي للقيام برحلة السفر. إن ذلك يمثل صعوبة نواجهها، إن القرارات الكثيرة التي قبلت كانت تتأتى من نشاطنا المباشر فنحن ناصرناها، فحبذا لو قامت ائتلافات ديناميكية أخرى تستوعب المزيد من الشباب في اجتماعاتهم، فنحن ليس لدينا من أفريقيا يمثل فيها الشباب. وشكرا. نحن ندرك تماما أهمية إسماع صوت الجيل العصري الرقمي. يوتا لديك مساهمة، لن أتحدث عن المصاعب بل عن الفرص. فإنني أمثل أيضا مؤسسة الفرص الرقمية، و نحن نعمل في الأرض ولدينا، وعودة لما قاله المبعوث التكنولوجي، نحن أود أن أقول إننا نستطيع أن نوجه الميثاق عالميا، فقد نركز أحيانا على النظريات إلا أن جذورنا تضرب في أرض الواقع. شكرا. شكرا على لك لذلك، وشكرا للمدرسة الأوروبية لحوكمة الإنترنت فيما يتعلق بمساهمة عملية للميثاق. أمانديب، هل لك أن تعلق عما سمعته؟ شكرا، وإنها نود أن ننتهز هذه الفرصة، فالتحديات متوفرة لكنه لدينا الإرادة والأدوات والخبرة لمواجهة هذه الصعاب. استمعت إلى الدكتور غوبتا حول الذي علق على موضوع مواطني العمل، إنه موضوع غالبا ما نتجاهله في المناقشات، فإن الائتلافات الديناميكية قادرة على تسليط الأضواء على إشكاليات يتم تناسيها أحيانا، فإنه قد يتباهى البعض بالنتيجة مع أنها لا تأتي بفضل جهودهم وحدهم، فلا يهم. ففي خلال السنوات الأخيرة قد ظهرت منتديات مختلفة حول منظمة الصحة العالمية وحول قمة الصحة العالمية في الماضي، وفيما يتعلق أيضا بشراكة الصحة الرقمية العالمية. في الماضي كان من الممكن أن نركز جهودنا على موضوع واحد، ولكن الأمر أصبح أكثر صعوبة اليوم. ذكرنا بول بأن العملية هي بمثابة وضع معايير، وإن المعايير والمقاييس متنافسة بين بعضها البعض، ويتم اختيار مقياس على حساب مقياس آخر، وإن الأمر يحصل. فإن جودة العمل هي تتجلى بحد ذاتها، ونحن استمعنا إلى أمثلة عديدة عن أنشطة عالية الجودة اليوم. شكرا على هذه الملاحظات. بقي لنا بضع دقائق، أود أن أعرف ما إذا كان لديكم من تعليقات على الخط. أحد الأمور التي أجدها مثيرة للاهتمام هو العلاقة والربط بين التحالفات الائتلافات الديناميكية والأمانة،
هو أننا هناك حاجة لدعم أكبر وتعاون مع أمانة منتدى حوكمة الإنترنت، بينما شدد آخرون على استقلالية الائتلافات الديناميكية. ويجب أن ننظر في كل هذه القرارات وكيف يمكن التنسيق على مستواها. مارك، هناك يد مرفوعة في القاعة، في القاعة الافتراضية، إذا ربما أحد يرغب في الرد على هذا السؤال. ماريانو تفضل. حسنا، شكرا. شكرا على السؤال المطروح من القاعة. لا أعتقد أننا يجب أن نسعى للإجماع، فنحن نعيش في عالم مختلف. وهذا هو مبدأ حقوق الإنسان، ولدينا الآن بعد ديناميكي متعلق بالحوكمة، وهذا أمر بالغ الأهمية. ليس لدي أي مشكلة في الاختلاف، وأعتقد أننا يجب أن نعمل على تطوير آليات للتوصل إلى اتفاقات، وألا يكون هناك عمليات إجماع. أنا أحترم السؤال المطروح، ولكن في رأيي أننا لا يجب أن نحاول جميعاً أن نتفق، لأننا لن نتمكن من التوصل إلى الإجماع. بالنسبة للعملية، كيف يمكن لنا أن نتفق حول عملية أن تقوم أمانة منتدى حوكمة الإنترنت على مساعدة الائتلافات الديناميكية على إذا تحقيق هذه الأجندة؟ والآن أعطي الكلمة لبشكل متتة، هما لا تتناقضان، وأعتقد أن الائتلافات الديناميكية تحتاج إلى المزيد من الاستقلالية لكي تتمكن من استشراف الآفاق. ونقر بأن الائتلاف الديناميكي الخاص بالنوع، ويمكن أن نزيد الأثر إذا ما عملنا بشكل وثيق من خلال التشبيك مع بعض من الائتلافات الديناميكية الأخرى. وبالتالي لا أرى أن هناك تناقض، ونحتاج إلى نوع مستوى معين من التعاون حتى نتمكن من أهرز تقدم في المستقبل. تاتيانا، أنا أعلق على نقطة بشكل، أعتقد أن الاستقلالية هي تتنافى مع الإنتاجية، ولكن هناك مسارات مختلفة وطرق مختلفة للعمل. عندما يكون هناك إرادة تكون هناك إمكانية للعمل. شكرا تاتيانا. ماركو، نعم، هناك طلب لأخذ الكلمة من القاعة، تفضلي. شكرا. لا أرى كيف يمثل ذلك مشكلة، لأنه بالنسبة لكل نوع من الخدمات وطريقة الحصول عليها، فالأمر ليس قابل للتطبيق على الجميع. سيكون من الممكن أن نتقدم بمجموعة من الدعم والمقترحات التي نقدمها، نوع من الحزمة المكثفة. وأعتقد أننا يمكن أن نعمل على ذلك، وأعتذر أنه فاتتني هذه الجلسة حيث كنت أتحدث في جلسة أخرى وليس لدي فكرة عما أتحدث عليه. شكرا شكرا، ولكن على أي حال فإن تعليقك ذو مغزى. ما من حل يمكن تطبيقه على الجميع، ويجب أن نقر بالتنوع. نحن نقترب قليلا بقليل
رويدا عفوا، وقت انتهاء هذه الجلسة، وأود أن أتوجه إلى المتحدثين لأسألهم إذا ما كانت لديهم أي ملاحظات اختتامية. مقررنا مارك، كان مقرر هذه الجلسة، ودعونا نبدأ مرة أخرى بيوتا. أنا لست مندهشة، أنا أثمن علينا هذه الجلسة، وأود أن أشكر كافة المشاركين والمتحدثين في هذه الجلسة. وكنت سعيدة للغاية لأنني استمعت إلى صوت ائتلاف الشباب، لأننا أشرنا إلى المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة، ولا يجب أن نستمع فقط إلى الأصوات، ولكن يجب أن نعمل على توصيل أصوات الشباب في كافة المسائل التي تؤثر عليهم. ومجال البيئة الرقمية وحوكمة الإنترنت هما مجالان يؤثران على الشباب. شكرا جزيلا. أود أن أوجه الدعوة إلى المتحدثين عن بعد لكي يتقدموا ببعض الملاحظات. تخيلوا أنكم في المصعد وأمامكم فقط 30 ثانية لتدلوا بآرائكم. دعونا نبدأ بشتى. أعتقد أو ما سأقول، نعرف أن عالمنا هو عالم هجين، وإذا لم يتوفر لدينا الحق في الولوج إلى الإنترنت بشكل تام، فإننا نكون محرومين من حقوقنا، ويجب على الاتفاق الرقمي العالمي أن ينظر في كافة الأوجه بما في ذلك البعد الجنساني. شكرا هيرمان. وصوت المتحدث غير واضح بالنظر إلى الضوضاء في الخلفية، ما يصعب معه الترجمة، وتتوقف الترجمة لحين تحسن صوت المتحدث. أمل أن نستمر في هذا الحوار بينما نحن نتحول باتجاه التحول الرقمي، ولا الأمر لا يتعلق فقط بالمعلومات ولكن الابتكارات والمجتمعات المختلفة، وأن نتأكد من مشاركة كافة المجتمعات في منتدى حوكمة الإنترنت وفي هذه المناقشة. شكراً أجندا. شكرا على كل هذه الكلمات التي تبعث على التشجيع. هذه مشاريع طموحه، وهذا ليس مشروعي انا وحدي ولكن مشروع الجميع، وامل اننا سنحظى بالدعم بينما نحن نمضي قدما. شكرا. شكرا، هذا ما اطلق عليه مصعد سريع. ماريانا عفوا، ما يهم هو أن نرى الربط بالنسبة للاتفاق الرقمي، الربط بين البيئة والتكنولوجيا، التكنولوجيا لحل المشاكل، بينما نحن نعول بشكل كبير على التكنولوجيا. إذن الربط بين حقوق الإنسان عبر الإنترنت والاستدامة البيئية. أعتقد أننا نحتاج إلى التغيير بالنسبة للطريقة التي ننظر بها إلى البيئة والمناخ وحقوق الإنسان، وذلك في بيئة صديقة للإنسان والبيئة، ونعمل على التعميق والتوسيع استنادا إلى المادة 4 من الميثاق. شكرا. شكرا بابو. تطوير موارد جيدة للمجتمعات المحلية، وذلك يمكن أن يمثل حلا جيدا للميثاق العالمي. شكرا موريسيو. نحن سعداء لأننا جزء من هذا الحوار، ونود الإسهام بأي شكل ممكن، وكل بالنسبة لكل ائتلاف ممثل اليوم فلدينا أصوات داخل الائتلافات، والذي يمكن أن يتحدث ويساهم وأن يتعاون مع
كل الائتلافات الديناميكية الممثلة هنا. إذن الجو إلينا، استخدمونا، نحن هنا وسنكون سعداء للغاية للمساهمة في هذا الحوار. ومرة أخرى شكرا جزيلا لأنكم استمعتم إلى أصواتنا، ونتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق في المستقبل. شكرا، شكرا جزيلا، ويسعدني تحليك بهذه الحماسة، وهذا يضيف إلى زخم هذا الحوار. شكرا جزيلا، لقد تعلمت الكثير اليوم، ولدي طاقة من جراء من هذا الحوار. نحن لا نعرف في أي اتجاه تذهب التكنولوجيا ونماذج الأعمال، ولقد استمعنا إلى ذلك كثيرا. وهناك أيضا مسألة الاستدامة الرقمية واستدامة البيئة الرقمية والتركيز على الموارد، ولكن أيضا الفرص لأجل التحول إلى الاقتصاد الدائري مقارنة مع النموذج الراهن، وأيضا البعد الجنسانية وحقوق الأطفال. ومن وجهة نظر المدارس، فكرة تعميم الإنترنت، وأيضا أنا أتطلع للعمل إلى جانب الائتلاف الديناميكية الخاص بالشباب. دعونا نضع تحديا، أي أن نأتي بمليون صوت في هذا الميثاق. شكرا جزيلا، شكرا. الآن أتحول إلى مارك رافيل وهو المقرر. هل يعمل ميكروفونك؟ نعم. شكرا جزيلا ماركوس. يجب أن أقول أنه بصفتي أحد منظمي هذه الجلسة الأساسية، فإن جودة العروض وطريقة التفكير المنعشة تخطت توقعاتي، ويحضني الأمل أن الرسائل الأساسية التي خلصنا إليها من هذه الجلسة ستكون نقطة تحول بالنسبة للائتلافات الديناميكية للنظم الإيكولوجية للإنترنت. ولقد تابعت هذه النظم الإيكولوجية، وفي حيدرآباد كنت أدرك ضرورة التحول إلى هذه المجموعة من أصحاب المصلحة، وأن نفكر في كيفية العمل حول بعض المسائل على أساس شبه دائم. وأعتقد أن كافة العروض هنا والحوارات التي استمعنا إليها تبرهن على الإمكانية لدى الائتلافات الديناميكية إذا ما كانت الشروط جيدة، وإذا ما تم الرد على الأسئلة المطروحة، أي كيف يمكن للائتلافات أن تأتي من خلال التنوعات، من تنوعات الخبرات، وإلى من يجب أن يتم توجيه كل هذه النواتج. وهذا هو السؤال الذي تمخض عن هذه الجلسة، ولقد استمعنا إشارة إلى إمكانية التحول من منتدى حوكمة الإنترنت إلى منتدى حوكمة الإنترنت RGF Plus، حتى نتمكن على إحراز تقدم على مستوى النواتج، سواء تعلق الأمر بنتائج حقيقية أو منهجيات لأجل تحقيق النتائج. ولقد استمعنا إلى ذلك في أحد المداخلات. إذن هذه النقطة أساسية لكي يأخذ بها علما الجميع في هذه الجلسة. يجب أن تساهم الائتلافات الديناميكية لأجل تعزيز منتدى حوكمة الإنترنت، ولكن يجب أن نجد سبل ذلك. بالنسبة للميثاق الرقمي العالمي، لقد استمعنا إلى مانتين التي قالت أن الائتلافات الديناميكية، وهناك إشارة لكي أختتم، ولكن هذه نقطة أساسية. يمكن للائتلافات الديناميكية أن تساهم في الصياغة ووضع النطاق الميثاق الرقمي العالمي، وأيضا للتشديد على المبادئ الواردة في الاتفاق. هذا هو خطأي، كان يجب أن نتوقف منذ 5 دقائق، وحسب ما فهمت فإن هذه القاعة
تنغلق، وهناك الكثير من المشاركين الذين غابوا عنا الآن. أنا أفهم ذلك، وما من مشكلة. كنت سأوجه لك الكلمة لكي تتقدمي ببعض التعليقات، ولكن لا أعتقد أنني ليس لدي ما أضيفه. لقد تقدم بمارك بموجز رائع، وأود أيضا أن أشكر أماندي بروب الذي وجه دعوة طيبة للائتلافات الديناميكية كي تصبح جزءا من منتدى حوكمة الإنترنت IGF بلس. وأود أن أشكر المتحدثين على جودة المداخلات. وإلى هنا نختتم هذه الجلسة، وهل لي أن أطلب من كافة المتحدثين التقدم إلى المنصة حتى نأخذ صورة تذكارية عن هذه الجلسة لمنتدى حوكمة الإنترنت. أشكركم ورفعت الجلسة.